طيب قبل ما نفوت بالملف الرئاسي، اليوم هذه الزيارة في لها عنوان رسمي على الأقل، قلت إنه بمحاولة لترسيم الحدود أو مش لترسيمها، تظهير إظهار إظهار هذا التعبير. أنا لازم نحن إظهار الحدود. مين بحب يستخدم هذا التعبير؟ حزب الله يفضل لا إظهار لا مين؟ ممثل قيادة الجيش بتصور حيث يمكن اللي عمل جولة بالسفرة سفر الدول الكبرى بجنوب لبنان، قيادة الجيش عم بتقول بشكل رسمي إظهار الحدود. كلمة ترسيم أن هناك خلاف على الحدود. نحن الحدود بين لبنان وفلسطين مش مع إسرائيل، نعم، هي أساسا مرسمة من تقريبا، بس في خلاف على بعض النقاط، خلاف على النقاط اللي محتلين الإسرائيليين. صح. يعني بدي نموذج يعني بموضوع قرية الغجر. قرية الغجر تم تظهير الحدود ب 2006، قبل 2006 من 2000، واسترجع لبنان نصف قرية الغجر لأنه هذه مناطق لبنانية. بال 2006 احتل الإسرائيليون قرية الغجر نصف الثاني، نصف اللبناني اللي هلا كمان سماها ممثل قائد الجيش، وحتى بقرار الأمم المتحدة هلا إذا تم إقرار التمديد خراج بلدة الماري وليس قرية الغجر، لأنه قرية الغجر صارت داخل الكيان الصهيوني. لذلك نحن معنيون إنه طب هذا مش تظهير حدود، هذا استرجاع حدود، استعادة حدود. بس برأيك إن وضع هذا الملف على السكة؟ هلا يعني حسب معلومات يعني افضل واحد اكثر خبير بالشان الامريكي بعلاقاته بالحدود هو النائب رئيس مجلس النواب الاستاذ الياس ابو صعب، هو قال ان هناك جهد امريكي بهذا الاتجاه. طبعا يمكن هوكشتاين ما بده يحمل هلا قبل ما يشوف الاجواء، بس واضح كان في مشكله. انا بعرف بمعلومات، بس هذا الشيء لا يكتمل قبل رئيس جمهوريه، يعني بقصد هلا ما بالضر يعني ما بالضروره هذا الملف لأنه ما بصير بلا رئيس. في امور لها علاقه، ما لها علاقه لا بمؤسسه رسميه، لها علاقه تقنية. باداء يعني في معلومات وهذه مؤكده انه شخصيات وقت ما اثيرت موضوع خيمه الخيام اللي أقامها حزب الله على الحدود، تم إرسال رسائل للأمريكان إنه إذا أنتم معتبرين هالشيء إشكال وبدكم تعالجوه، خلينا نعالج النصف اللبناني من قرية الغجر أو هلأ بسموه كمان سوريا. يعني الأمريكان أبدوا اهتمام يعني بالموضوع، بس ترسيم الحدود أنه كمان سوريا عندها لا هلأ في، لأنه في وجود إسرائيلي يعني. صح. مش الموضوع مش احتلال، يعني مش وجود قوات سورية، في احتلال إسرائيلي. نعم، قصدي الحدود إذا بدها تترسم البرية، إسرائيل معنية وسوريا معنية. موضوع بمزارع شبعة كمان، حتى بموضوع مزارع شبعة تاريخيا، مزارع شبعة كل المعلومات أنها هي مزارع لبنانية، لكن كان في وجود سوري وقت 67، كان في مخبر سوري، لكن هذه أرض لبنانية يمتلكها لبنانيون، ما إلى علاقة سورية بالموضوع، يعني ما إلى علاقة سورية. إجوا الإسرائيليين احتلوها. أنا برأيي بهذا الموضوع إحنا لازم نكون واضحين، ما نريده استعادة أراضينا المحتلة من إسرائيل. هذا هي نقطة على السطر. بس حضرتك عم تعتبر أن الموقف السوري تحصيل حاصل يعني؟ إيه، ما السوري ما له علاقة بالموضوع. نحن هذه أرض لبنانية، نحن بدنا نسترجعها. وصار في نقاشات وطرحت، قدمت طروحات سواء عبر الأمريكان أو عبر إنه خروج الاحتلال الإسرائيلي. من أنا اللي بعرفه إنه في ورقة ناقصة هي اعتراف سوري. هذه حجة عم يحتج فيها البعض إنه بدهم يبعثوا السوريين. بس ليش السوريين ما بيبعثوا؟ ما دخل سوريا بالموضوع. نحن أمام، خلينا نكون واضحين، هذا موضوع وطني وقومي، يعني ما بده نقاش. في احتلال إسرائيلي لأرض لبنانية بكل المعلومات. هيدا مختلف. هذه الأرض لبنانية كان في ب 67. أنا عم ناقشك إذا كل الأرض لبنانية أو في جزء منها تعتبرها لا لا لا. سوريا، أنه هذه أرض ما بتعتبرها سوريا أرض لبنانية. ما بدنا نفوت بخلاف مع السوريين بالموضوع، خلينا نسترجع. إذا في خلاف نحن والسوريين حول الحدود بنعالجها. طيب. وأساسا إذا بدك تحكي بين لبنان وسوريا، بتاريخ لبنان وسوريا ما كان في فاصل كتير. يعني في هلا هذيك يوم كنت عم بحضر تقرير على تلفزيون المنار، في شي 10 قرى بقلب سوريا كل مواطنينها لبنانيين، يعني اللبنانيين كانوا طفيل. قرية طفيل معروفة أنه هي قرية لبنانية لكن داخل الحدود الآن. نعم. بدك تفوتي لها من قلب الحدود السورية. بين لبنان وسوريا أنا برأيي ما في مشكلة. نحن خلينا نخلص من الاحتلال الإسرائيلي وبعدين بنعالج إذا في خلاف أو في قضية مع سوريا. بعد شوي في لقاء يعني من بعد وصول وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، سيلتقي وزير الخارجية اللبناني عبد الله أبو حبيب، وفي كلام يعني في مؤتمر صحفي مشترك قبل ما نوصل لزيارة. رجع الوزير من نيويورك. هذا نيويورك شو صار؟
يعني شو كان في خلاف امبارح على بعض التفاصيل. نعم. التعديلات اللي طلبها وزير الخارجية اللبناني او لبنان بشكل رسمي انه باعادة الصيغة الى السابق، اعادة او ايجاد صيغة جديدة، التنسيق مع الحكومة اللبنانية. يبدو كان في اعتراض ما بهذه النقطة فتأجل التصويت الى اليوم. ما بعرف هلا الصبح كنت عم بقرا انه الساعة 10 بتوقيت لبنان بده يكون التصويت، ما بعرف اذا في شيء جديد. صحيح. بس انا تقديري حتى بموضوع قوات الطوارئ الدولية، يعني طبعا بسبب الموقف اللبناني الرسمي الواضح والموقف الشعبي اللبناني، ما في ممنوع تتحول قوات الطوارئ الى قوات احتلال جديدة. يعني هذا عبارة كثير مهمة، وحتى اذا يعني اذا ما بدهم يعني بدهم يعملوا الشيء اللي بدهم اياه الاسرائيليين، هن مش بس ليحموا اسرائيل، لا، هن اذا معنيين حمايه لبنان قوات الطوارئ، ولبنان هو اللي تعرض للاحتلال ب 78 وب 82. يعني هلا دور قوات الطوارئ مش تامين المعلومات للاسرائيليين، وهذا موقف واضح. اي خلل باداء قوات الطوارئ ستكون ثمن هو انهاء دور قوات الطوارئ، اذا لم يكن انهاء رسمي انهاء عملي. اي تغيير، لانه بيعرفوا قوات الطوارئ، انا بعرف على تواصل يعني انه معنيين بقوات الطوارئ بيدركون هن اي تحسس او حساسيه مع اهالي الجنوب او مع الجنوبيين بشكل عام سيؤدي الى اعاقه عمل قوات الطوارئ. للاسف بعض، حتى يمكن في بعض الدول العربية عم تتبنى وجهة النظر الإسرائيلية بهذا الموضوع. لا، نحن معنيون، وشي جيد أنه كان في موقف رسمي موحد، موقف شعبي موحد. أي تعديل لدور قوات الطوارئ أو أخذها إلى الفصل السابع أو غير ذلك، هذا ليس لمصلحة لبنان ولا لمصلحة قوات الطوارئ. هلا ما بعرف بالضبط وين وصلت المفاوضات وشو الصيغة، لكن حتى لو طلعوا 100 قرار، إذا ما في توافق داخلي وما في ارتياح داخلي، هذا سينعكس سلبا على دور قوات الطوارئ. معززا، حتى لما تغير نص القرار سنة الماضي تغير على الورق، ما قدروا يطبقوه.